قوله أن الوطن ربما لا تصنعه حدوده الجغرافية، يصنعه المبدعون من أبنائه. من صنع تاريخ العراق هم أمثال الأستاذ رفعت الجادرجي، وتلك القامات الشامخة هي التي صنعت اسم العراق. وسنظل نفخر بأننا عشنا زمن رفعت الجادرجي. لدى بعض الشعوب التي حضاراتها تمتد عميقا في القدم يسمون أمثال الأستاذ رفعت الجادرجي المعلم. هذا أرقى لقب يطلق على مبدع، ولهذا نحن نرحب مرة أخرى بمعلمنا الكبير الأستاذ رفعت الجادرجي. أستاذ شاكر. أعزائي الحضور، أهلا وسهلا بكم. اليوم أمسيتنا مع الفنان الكبير والمعمار الكبير الأستاذ رفعت الجادرجي. طبعا الأستاذ رفعت الجادرجي اسم غني عن التعريف، وأعتقد ما يعرف عنه هو تصاميمه المختلفة والتي تحمل طابع غريب ومميز، وهي موجودة في كثير من مناطق العاصمة بغداد إضافة إلى بعض الدول الأخرى. طبعا أنا ما جذبني إلى شخصية الأستاذ رفعت الجادرجي هو كتاباته. أنا قرأت له كتابين، واحد يتكلم فيه عن والده كامل الجادرجي، طبعا سحرني في طريقة تناوله وعلاقته مع هذا الأب المربي والسياسي. والكتاب الآخر هو تجربته في السجن. فالحقيقة كان يعني اكتشفت جانب آخر من جوانب الأستاذ رفعت الجادرجي، هو جانب الكاتب فيه إضافة إلى الجانب الفني أو المعماري. طبعا الآن الأستاذ رفعت سوف يتكلم قليلا عن تجربته، يتكلم عن وجوده في بغداد، وثم إذا عندكم أو أحد عنده سؤال أو حوار مع الأستاذ فيكون الحوار مفتوح. سعيد جدا أن أرجع إلى بغداد بين الأصدقاء والمعارف ومعارف جدد، لكن تألمت كثير كثير جدا أن أجد بغداد بهذه الحالة من التخريب، وحقيقة تخريب إلى درجة شيء محير. يعني يمكن نقدر سهولة أن نصف التخريب بأنه لا يوجد رصيف إلى مسافة 5 أمتار صالح، كلها خربة. هذه دلالة على في عجز المجتمع بكامله أن يحافظ على بيئة تؤمن له معيش محترم. هذا خلل في سيكولوجية المجتمع، وخلل أعتقد سببه انهيار الدولة مدة جدا طويلة. ولأتمنى أنه في الوقت الحاضر يتم إنشاء دولة تدريجيا ويساهم فيها ليس فقط الأحزاب والمنظمات، وإنما المجتمع المدني بمختلف صياغه، المنظمات الشعبية والمعرفية والأكاديمية والفنية هي التي تخلق المجتمع. فحينما الساسة والأحزاب والبرلمان والحكومة تقود وتؤلف السياسة العامة للبلد، لكن قاعدة هذه السياسة يتعين أن يكون المجتمع المدني. فإذا الدولة انفصلت عن المجتمع المدني بالتدريج تنفصل عن المجتمع، ونتائجها نجدها الآن في كل شارع، في كل عمارة، في كل منظمة في العراق. أملي أن يتمكن هذا المجتمع أن يتجاوز
هذه المرحلة من تاريخه. العراق ليس لأول مرة يتعرض إلى مثل هذه الخضات الحضارية والمعرفية، لأنه بلد واسع والمدن مركزة في مناطق معينة، فهناك الريف الواسع الذي بين مدة وأخرى ريف جاهل يهجم على المدينة ويحطم الحضارة ويباشر ببناء حضارة جديدة مجددا. كذلك هناك أطراف العراق غزوات كثيرة، فالعراق لم يستقر في الحقيقة استقرار طويل منذ العهد السومري. نتمنى احنا يعني انه في الوقت الحاضر بسبب التقدم الحضاري العولمي ان يصير تسويات بين المدينة والريف وتسويات بين العراق وجيرانه، ليتمكن الشعب العراقي ان يؤمن لنفسه حياة ليس فقط آمنة وإنما سعيدة. وسعيدة أقصد بذلك ليس الطعام والراحة فقط، وإنما الناحية الذوقية والنفسية والحسية. فإذا تحبون تسألوني بعض الأسئلة وبقدر ما أنا أعرف راح أجاوبكم. والمجتمع لا يتمكن المبتكر أن يحدث أو يبتكر الشيء الجيد. حسب التطورات المعرفية الجديدة في مفهوم المجتمع وسيكولوجية الإنسان، الفرد المبتكر يؤلف جزء صغير من المجتمع. يختلف العلماء تقدير هذا الجزء بين 10 أو 12% فقط من المجتمع. نصف هذا العدد يؤلف السارق والمجرم والمخرب، والنصف الآخر هو المبتكر والمصلح. في الحالتين كلاهما لا يتمكن من تحقيق ابتكاره، إن كان الإساءة أو الإصلاح، إلا إذا هناك تجاوب وخلفية عامة في المجتمع. فالشخص المبتكر العراقي أو الأجنبي لا يتمكن من إحداث شيء جيد ما لم يكن تفاعل وتجاوب بين الفرد وبين الجماعة. فالقضية إلى هذه الكلمة في الماضي قبل عدة سنوات وشوهت المعنى هذا في الجرائد وفي الكتب الأكاديمية. هذا يجوز، بس لا يمكن نقول ثقافة البغاء أو السرقة. الكلتشر تنطي المعنى الثنيين. كلتشر هي أي ممارسة، فإن كانت الممارسة جيدة أو غير أو سيئة هي كلتشر. فاستعمال كلمة ثقافة خطأ في كتاباتي، وأؤكد على هذه النقطة، لأنه كلمة كلتشر تختلف عن الكلمات الأخرى لأنها تستعمل استعمال يومي. لا يمكن أن نفهم المجتمع الحديث. موفق مكي من جريدة الصباح. هناك إشكالية كبرى في تحديد مفهوم الهوية، الهوية المعمارية أو الفنية بشكل عام. هل الإرث الجاهز هو ملامح الهوية؟ لا، أيضا السؤال ما فهمت. هناك إشكالية كبرى في تحديد الهوية، نعم، المعمارية أو الفنية، نعم. هل الإرث الجاهز هو ملامح الهوية أم المزاوجة بين الحديث وذاك الإرث؟ وما هي المعايير؟ معايير المزاوجة. شكرا. عموم الفنون في العالم العربي والإسلامي والعراقي عامة خاصة. للإجابة على هذا يتطلب بحث طويل، راح أختصر بل أختزل
وأقصد بالاختزال أشير إلى بعض النقاط وأترك نقاط أخرى، مبني على تكنولوجية للتفاعل بين العقل وخصائص المادة تفاعل مباشر. يعني إذا أنا أخذ خشبة ومنشار وأقصها، كل حركة من يدي وعندما أجرها هناك توقف آنيات من الثانية تفكير وتأمل، وأقرر وأقيم نتيجة الحركة، فثم أقدم على الحركة اللاحقة، وهلما جرا عدة حركات. فكل حركة هناك تفاعل بين العقل بين الحسيات وخصائص المادة. جميع التراث العالمي ينبني على هذه العلاقة السبريانية. في تفاعل مع هذا هناك الأيديولوجية المجتمع، إن كانت مسيحية، هندية، صينية، إسلامية، لا يوجد فرق. المهم ما يقود هذه ويبرز الشكل المعماري أو المصنعات هي العلاقة السبريانية. بابتكار المصنعات بشكلها وبالتعامل معها وفي الوقت تؤلف هذه الأشكال جزء من مقومات هوية المجتمع، لأنه المجتمع يتعامل معها وهي تمثل حسية المجتمع في كيفية التعامل مع المادة. هالنقطة جدا مهمة أن نفهمها. بعد مرور الحضارات بعدة مراحل وصلنا إلى نهاية القرن 18. في ذلك الوقت ابتكرت أوروبا المكننة. أهمية هذا الشيء هو المكننة، سيرورة المكننة مخالفة جذريا عن الحركة السبريانية التي وصفتها، أي أن قص قطعة الخشب، أستعمل نفس المثل، عن طريق المنشار الكهربائي، هنا العقل يوجه الماكنة وليس يقوم بتفاعل مباشر مع خصائص المادة. فالعقل الحقيقي الذي نظم هذا القص هو عقل خارج العملية، حدثت من قبل عالم ومعامل مسبقا إلى العملية نفسها. فهناك فرق جذري وأساسي بين الإنتاج التقليدي الحرفي والإنتاج الحديث، بمعنى الشكل الذي حقق من قبل التراث هو مرحلة في تاريخ البشرية وانتهت إلى الأبد، لأنه لا نتمكن الآن إهمال المكننة والرجوع إلى العمل اليدوي. فالمعمار الحديث والفنان الحديث والفكر الحديث يجب أن يفهم العلاقة بها الاثنين، ويتعامل مع المكننة ويسخرها لغرض التعامل مع خصائص المادة. السؤال هنا الذي تقصد به أنت هو ليس كل ما قلته أنا، وإنما كيف نتعامل مع التراث القائم، الأشكال، العمارة التقليدية، العمارة الإسلامية، العباسية، الأموية، والتراث القائم في بيوتنا بالنسبة للآثاث والأدوات الأخرى. هذه كلها معالم شكلية، كيف نتعامل معها؟ هي تقليدية انبنت على الحرفة، على العمل السبرياني.
كيف ندخلها بالتراث؟ وهذا السؤال الحقيقة تريدني أجاوب عليه. هناك طريقتين. طريقة أن نأخذ المعالم ونعيد صياغتها بطريقة ممكننة. أنا أعتقد هذه الطريقة غير أمينة، لأنه غير أمينة بالنسبة للحرفة وغير أمينة بالنسبة للحداثة. الطريقة الأخرى، وهذه كثير من الفنانين العالميين يتبعها، وكثير من المعماريين والفنانين العراقيين تبعوها. أنا شخصيا منذ أن بدأت من الممارسة قررت البديل إلى هالعملية. وما هو البديل؟ أولا ليس اعتبار هناك فصل بين الحداثة والتقل والأشكال التقليدية، لأنه فصل في التكنولوجيا، والتكنولوجيا في رأيي هي الأساس. الأيديولوجيا تتبع التكنولوجيا، لأنه الحرفي ابتكر الشكل وثم تجي الأيديولوجيا أو الأديان أو المفاهيم تأخذ الشكل وتتبناه. فدائما العمل في المعمل في الفكر في المبدع هو مسبق إلى الأيديولوجي. فمثلا فلنقول هذه عمارة إسلامية، هل الدين جاب هذه العمارة؟ لا. قبة الصخرة هناك من استدعى حرفيين بيزنطيين وسووا هذه القبة، وهناك ثم حرفيين محليين سووا النقش الإسلامي. فبعد ما صار النقش الأيديولوجية الإسلامية تبنتها. فكيف معالجت هذه المشكلة في الحداثة؟ الوقوف نحو التراث المعالم لا أسمح لها أن تهيمن على عقلي، وإنما أنا كفرد كمبتكر أنتقي ما أشتهي، بشرط وشرط مهم أن تتوافق مع التكنولوجيا الحديثة. فهنا موقف تماما يختلف عن الموقف الأول. إشكالية هذا الموقف أنه لا يوجد عندنا تجربة سابقة الرجوع إليها، ولهذا بكل سهولة ممكن أن نخطأ، وأنا من جملة الناس أخطأت كثيرا في تجاربي، وهذا شيء طبيعي إلى أن تصير تجارب كثيرة ونتبادل في الرؤية بهذه التجارب وتستقر إلى حد ما. غير أن الاستقرار في الحداثة هو ليس استقرار يدوم في الزمن، لأن الحداثة في تغيير وتطور متسارع بسبب التطور الفكر السريع، بسبب انطلاق حرية الفكر وليس كما كان في المجتمع التقليدي، وبسبب تطور التكنولوجيا السريع. فهناك فكر حر يبتكر، حر أن يبتكر، وهناك تكنولوجيا هي حرة في تطورها وبتفاعل هذه الثنين، هذه المقومات الثنين يحدث التطور في إحداث الشكل. فالفنان والمعمار يجد نفسه أمام تطورات سريعة وليس بسهولة أن يستوعبها لتؤلف قاعدة له ومرجعية لينتقل من مرحلة لمرحلة، وهنا صعوبة الحداثة. ولهذا نجد في الحداثة غالب ما ينتج قبيح ولا إنساني، بينما إذا نرجع إلى العمارة التقليدية إلى ما قبل 100 سنة ندخل في أي بيت في أي أدوات إن كان كرسي أو سرير نجد فيها طابع إنساني وحسي وحس. والسبب لأنه التطور أخذ عدة مئات من السنين، فكل تطور يصير هو
جزئي صغير جدا فيصير عليه تحسين، وإذا صار خطأ ما يدوم بالزمن لأنه هو خطأ جزئي. فالآن اللاحقة أو الفكر اللاحق يصلح ذاك الخطأ الجزئي. فلهذا العبارة التقليدية تتطور تدريجيا من مرحلة إلى مرحلة، وفي كل حالاتها هي جيدة، بينما الحداثة تطور سريع جدا وأخطاء كثيرة. فهنا على المجتمع أن يهيئ ذلك الشبكة الكلتشرية الذي تدعم المفكر، وشبكة الكلتشرية لا تنبني ولا يمكن تؤلف قاعدة إلا إذا كان المجتمع متهيئ. وحسب النظريات الجديدة لا يمكن تهيئ ذلك المجتمع ما لم تهيئ ذلك المجتمع في المدرسة في الروضة بين العمر السنة الواحدة إلى 10 سنوات. قسم علماء يقول لا، 10 سنوات كثيرة، 8 سنوات من عمر 1-0 إلى 8 سنوات التربية تحدث في ذلك الوقت. بعض علماء يقولون لا، توصل إلى 12 سنة. لكن لا في حسب معلوماتي لا يوجد عالم سايكولوجي سوسيولوجي يمد هذه الفترة أكثر من 12 سنة. فالتعليم في الابتدائية هو الأساس إلى تكوين حضارة ذلك المجتمع. ولا أشكر من قناة الفيحاء. أستاذ، هل تعتقد أن ما خربته الحروب والمراحل الزمنية تستطيع أيادي الفن والفنانين الجدد أن يعيدوا تصنيعهم؟ كنت تكلمين سريع حتى أقدر أفهمه شو أقدر أجاوب. خليني أشرب مي دقيقة. ما مستعجلين يا واش واش. هل تعتقد أن ما خربته الحروب والمراحل الزمنية من فن وفن معماري، هل يستطيع الفنانين الجدد من إعادة تأهيله وإعادته إلى سابق عهده؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، اليوم نلاحظ أن هناك مؤسسة إعلامية تحتفي بفنان كبير له لمسات حقيقية وشواهد حقيقية في الشوارع العراقية، فهل تعتقد أن الحكومة العراقية قد أنصفت الفنان العراقي وقد أنصفت رفعة الجادرشي أم لا؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الأول نسيت شنو كان. السؤال الأول أنه كانت هناك حروب. نعم الحروب، نعم الحروب تخرب، هذا فتشي طبيعي. وعلى المجتمع الآن أن يهيئ، مثل أنا جاوبت على هذا، يهيئ التعليم والثقافة بحيث أنه هالثقافات العامة تهيئ كلتشر، شبكة كلتشر عامة الذي تنبني بالطفولة وتدريجيا. فالفرد مهما كان عبقري لا يتمكن من ابتكار عمارة جديدة أو فن جديد أو رسم جديد أو نحت أو رقص أو أي شيء له علاقة بالفن ما لم يكن هناك المجتمع اللي يتجاوب معه. يعني المعمار من يصمم لازم هناك من يعرف كيف يتعامل معها التصميم في المادة الألمنيوم ومادة الحجر ومادة الخشب وطريقة الصبغ وكيفية إدامة هالشيء. أنا كنت في يعني خلال هالفترة وكنت في شمال العراق في كردستان، وحتى بالسابق يعني حتى قبل ما أسافر في بداية الثمانينات، نادراً ما أدخل أنا حمام أو مرحاض أشوفه أجد فيه إدامة جيدة. إحنا مجتمع لم نزل تقليدي، أي التطور بطيء والحرفي يعرف الحرفة مالته جيداً، بس هذه تبدلت. فجت الحداثة، جت المكننة، إلى الآن ما نتمكن نستوعبها. والسبب أنا شخصيا أعتقد أنه تعليم المدارس الابتدائية وثم الثانوية لم يزل لا يتوافق مع متطلبات الحداثة. فيجب بناء هذه الشبكة قبل ما يجي الشخص المبتكر، نقول له عندك شبكة جيدة ابدي ابتكر. فهذه العلاقة الحرب يخرب،
ألمانيا تخربت. أنا زرت ألمانيا سنة 50، مناطق كبيرة جدا يعني ممحية إلى الأرض، وثم زرتها في نهاية الستينات يعني خلال 15-16 سنة أو أكثر. البناء جميل جدا، الشوارع منظمة، لأن هناك خلفية تفهم الحداثة. ألمانيا باشرت بها منذ منتصف أو أواخر القرن 18. إحنا الحداثة، ألمانيا هي ابتكرت الحداثة، إحنا استوردنا الحداثة، يعني إحنا استوردنا السيارة، لكن إلى الآن أصول وأخلاقية ممارسة السيارة إلى الآن ما نعرفها. تحتاج وقت كثير إلى أن نتعلم كيف التعامل مع السيارة. قسم كبير من السيارات الآن تمر في بغداد مخربة، الصبغ مالها ما يحتاج جهد كبير، يحتاج صاحب السيارة هو يعرف كيف يديمها، تحتاج المجتمع يعرف كيف يديمها. يعني الآن نباوع عدد السيارات اللي تمشي في شوارع بغداد كأنه مرت على بغداد فقنبلة ذرية مخففة وكسرت أكثر السيارات. هذه العين تعودت عليها، بس الشخص اللي يجي من الخارج أول 4-5 أيام كأنه يعني مؤذية للعين. هالشيء ما نشوفه إحنا في أوروبا، نشوفه إلى حد ما بشكل جدا مخفف في لبنان، بس بالعراق بشكل مبالغ به، لأن العراق مر مراحل جدا جدا صعبة، وعليه لازم نرجع إلى كيفية معالجة هذه الظروف. وأنا شخصيا نرجع إلى الطفل، إذا الطفل ما يتعلم على التعامل مع عدة فنون ويتعلم على حرية إرادة الفرد، حرية الابتكار، أي عقيدة أي التزام مهما كانت صالحة مهما كانت جيدة مهما مرت بتجربة خارج العقل مدونة أو غير مدونة، يجب أن يتعلم الطفل أن يسائلها ينتقدها. بدون مسائلة وبدون نقد الفكر لا يتمكن من ابتكار، وبدون ابتكار نبقى نراوح في نفس الموقع. يعني هذا في شيء بالطبع جيد جدا أنه الحكومة العراقية أو المؤسسات الأخرى المدنية مثل دار المدى وأن يدعون فنانين أو يكرموهم أو يبحثون عنهم، هذا في شيء جيد كله، هذا تحفيز الشباب إلى أنه إحنا بالعراق عندنا شخصيات وعندنا فنانين، فلماذا أنا هم لا أصير فنان؟ لكن الفنان لا يصير في فراغ، يصير في خلفية. إحنا أنا جيل الأربعينات والخمسينات، جواد سليم ومحمد مكية ومدحت علي مظلوم وفائق حسن، إحنا جيل فترة معينة. ما هي ظروفنا؟ تختلف عن ظروف شباب هالوقت، تختلف جذريا. احنا ظروفنا تحت المظلة الإنجليزية، اي كان عندنا حرية المساءلة وحرية النقد الى حد ما. انا ما افهم بالسياسة بس افهم مبادئ السياسة. ما قبل الثورة العهد الملكي كانت بدون أي شك حكومة جداً فاسدة، أي أنه ألغت الحريات والها، لكن أمبريلا الإنجليزية خففت من هذا التخريب إلى المجتمع. بعد 58 العراق استلم هو إدارة المجتمع، بس أنا ما عندنا تجربة في إدارة حديثة. إحنا كان عندنا خلافات، فجأة صار عندنا برلمان وزراء وقضاء مستقل عن الشرع وإلى آخره.
هذا كله جديد فيحتاج وقت إلى أن نستوعبه. فلهذا الفترة اللي جت بعدها هي فترة تجارب. الآن احنا دمر في فترة تجارب أخرى. أمنيتي أنه نتعلم من هذه التجارب بسرعة ونتمكن من بناء مجتمع حديث. الحالة المزمنة التي ما زلنا نكابد آثارها المؤذية، حال القطيعة المعرفية بوصفها حاضنة للنسيان. الصور، أنت أجبت على سؤالك، هناك قطيعة، ألغي القطيعة ويستمر مجتمع في أداء جيد. من يبتكر القطيعة؟ القطيعة من يحدث القطيعة؟ والمجتمع نفسه. يعني القطيعة ما تجينا من المريخ، نحن استحدثناها، نحن أخلقنا الحياة الجيدة، نحن أخلقنا حياة الغير جيدة، نحن المجتمع. أنا ما أعتقد هالشيء. أنا أعتقد ماكو نظريتين. نظرية تقول السلطات الخارجية والاستعمار والقوى الخارجية هي الذي سيطر على المجتمع المحلي وتكبه إلى آخره. أنا أعتقد بقدر ما المجتمع يكون واعي بنفسه، هو يعرف كيف يتفاعل مع الظروف الخارجية. يعني البرهان على هذا، خلينا نأخذ اليابان. اليابان ضربت قنبلتين ذرية وبها مدن انمحت، جزر مالتها قسم الجزر انمحت تماما. نفس الشيء في ألمانيا، أنا زرت ألمانيا وزرت اليابان بالستينات والسبعينات والثمانينات. النهضة المعمارية والفنية التي حدثت في ألمانيا وفي اليابان نهضة هائلة في مختلف مجالات الفنون، لم تكن بمساعدة أجنبي، وكان قوى خارجية عالمية التي حطمت ذلك البلد. فما البلد وقف يبكي يقول حطمونه، وإنما مباشرة في العمل. مثل واحد جدا بسيط، بعد أن تحطمت الصناعة اليابانية والألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، لم تتمكن هذه البلدين من تأسيس صناعة ضخمة كبيرة مباشرة بعد الحرب. فبدلا من أن يبقون عاجزين، باشرت اليابان في عمل صناعة صغيرة إلكترونية صغيرة وصناعة موتورسيكلات التي طورتها إلى السيارات، سيطرت على العالم بالنتيجة. نفس الشيء ألمانيا، باشرت في أعمال بسيطة، أداة تنظيف أسنان، أداة صغيرة كلها، بعد كم سنة سيطرت على السوق العالمي. فإذا نبقى إحنا نظل نستنظر أنه إحنا في مشكلة ونريد المشكلة تروح، المشكلة ما تروح، لأن إحنا ما نريد تروح وما نعمل حتى نروحها. إحنا يجب أن إحنا ما نريد يجي الخارجي فقط. الخارجي يجي لا يتمكن من العمل إلا إذا إحنا نهيئ له تلك الشبكة الكلتشرية حتى يقدر يعمل. أستاذ رفعت، أريد أسأل أو أرجع بيك للثقافة. كلمة الثقافة اللي ذكرتها، يعني مثلا من هي فن وإنترتينمنت، والفن يعني المسرح، السينما، الكتب، التصميم، العمارة، البيئة، وكل هذه العناصر مجتمعة تعني الكلتشر. نعم. فباللغة العربية إلى الآن، يعني هل تفكر حضرتك في صياغة كلمة معينة للكلتشر اللي نعم. تعني هذه العناصر؟ نعم. هذا السؤال الأول. نعم. ثانيا، حضرتك نشأت في الأربعينات والخمسينات في العراق في بغداد، أريد أعرف مصادر ثقافتك،
من أين استمديت ثقافتك كشاب كربما في الخامسة عشر ثم في العشرينات بعد التخرج من الكلية؟ هل هي الثقافة عربية فقط كانت أم ثقافات أخرى أجنبية أثرت عليك؟ شكرا. قيادت سلوكيات الفرد والمجتمع، إن كانت هذه القيادة سيئة أو صالحة ما يفرق، الكلمة هاي تنمية. ولهذا استعمال كلمة ثقافة خطأ، الكلمة الصحيحة هي كلمة كلتشر، مثل ما نستعمل كلمة جغرافيا. احنا ما عندنا غير كلمة جغرافيا، ولا عندنا غير كلمة قانون. قانون كلمة رومانية وليس عربية، فنستعمل هذه الكلمات وما يعني، وضروري نفرق بين كلمة ثقافة وكلتشر، لأنه معنيين تماما مختلفة. الثقافة الشيء الرفيع المتقدم، الكلتشر هي عموميات قيادة سلوكيات الفرد، تماما تختلف. السؤال الثاني، ما هي المؤثرات علي شخصيا؟ أنا راح أتكلم الآن، أنا ما أعرف بالنسبة للتفاصيل بالنسبة للمعماريين الآخرين. أنا قمت في عمليتين في نفس الوقت. أولا درست الحرف العراقية، من النجارية إلى الخزافية إلى الطين وإلى آخره. وكنت محظوظ أنه في بعد تخرجي بوقت جدا قليل تعينت مدير هندسة الأوقاف، فكنت مسؤول عن تعمير الجوامع، فكنت ألتقي بالحرفيين وتعلمت منهم كثير كيفية التعامل مع الحرفة وما هي الحرفة الجيدة. مقابل هذا أنا درست تاريخ تطور الفنون والعمارة في أوروبا، وبالأخص العمارة الحديثة، اعتبارا من سنة 1850 إلى منتصف القرن العشرين. العمارة الحديثة تنبني على المكنة مثل ما باشرت في أول وقت، وخصصت وقت كبير من حياتي في زيارة العمارة المبنية على المكننة في نهاية القرن الثامن عشر القرن التاسع عشر. كنت في سفر مستمر في إنجلترا وفرنسا وفي ألمانيا، وأدرس تلك الفترة وأدرس تكنولوجية تلك الفترة. فمن جهة العراق مع الاطلاع على الحرفة وفي نفس الوقت الاطلاع على تاريخ تطور الفنون المحلية والإسلامية والعربية، فانتقيت من التراث ما يتوافق مع المكننة. يعني المعادلة هي ليس الخضوع إلى التراث وأسخر المكننة للتوافق مع التراث، وإنما أسخر التراث وأخضعه إلى المكننة. المعادلة تماما تختلف عن بعض الزملاء الذي أخضع المكننة إلى التراث. ولهذا نلاحظ الآن شوارع بغداد مليئة بنقوش وبأشكال تراثية إنتاجها عن طريق المكننة. بالنسبة إلي، بالنسبة لعيني، أجد فيها قبح فظيع. ليش؟ لأنه هل تكنولوجي تتطلب شكل آخر؟ لا يجوز، لكن الشكل التقليدي يتطلب تكنولوجي حرفية، الشكل الحديث يتطلب تكنولوجيا حديثة، لكن يجوز أن نأخذ المعالم من التراث إخضاعها إلى التكنولوجيا الحديث. السؤال لماذا؟ والسبب أنا بالنسبة إلي الآن لا أتكلم، هذا قرار صار في نهاية يعني بعد مجيئي بأقل من سنة، أنه في الوقت الحاضر العمارة الحديثة بدأت تنتشر في كل مكان بالعالم. يعني
تروح إلى أوتيل هيلتون إن كان رحت في لندن أو إسطنبول أو أمستردام، هو نفس الأوتيل، نفس حتى نفس المنيو مال الأكل. لكن نستعمل المكنة بمفهومها الحديث وننتقي ما يرهم مع المكننة، فهالطريقة نتمكن من استحداث هوية جديدة. ليس هوية الماضي نقلها إلى الحاضر، وإنما ابتكار هوية جديدة التي تنتقي من الحاضر كما هي ترغب وليس كما يرغب الحاضر. قحطان عدنان، جريدة صوت الأهالي. نعم أستاذ. قحطان عدنان، جيد الصوت الأهالي. أهلا وسهلا بك في بغداد. لاحظت حضرتك عند دخولك إلى بغداد أن بغداد كلما دات تتسع في البناء، فهل هذا صحيح بالدرجة؟ وكيف الحد من هذا الاتساع؟ اتساع بغداد هي ضرورة سكانية، لأنه زيادة النفوس وهجرة الريف إلى بغداد هذا شيء طبيعي وما تقدر تتوقفه. كيف نهيئ له سكن جيد؟ هذه عملية حضارية جدا معقدة تتطلب المعرفة الجديدة وإلى آخره. هذه الناحية التي هي يشار إليها كثير، أنه كيف معالجتها وإلى آخره. معالجتها عن طريق التعليم وتطوير الصناعة وتهذيب تثقيف المجتمع عن الإدامة على المعيشة الأحسن إلى الطلب وإلى آخره، كثير كثير فقرات. بس هناك مشكلة أخرى التي قليل من الناس تشير إليها في العالم العربي. في أوروبا، في أمريكا يشيرون إليها كثير لأنه وعوا على الموضوع منذ منتصف القرن الفات، وابتداء في مؤتمر روما الصور في منتصف الخمسينات من القرن الفات، وهو أنه مصادر الأرض لا تكفي إلى عدد نفوس الأرض. أخذ مثل واحد جدا بسيط. نحن عندنا نفط بالصدفة، النفط عمره ملايين من السنين إلى أن صار نفط. الآن نستهلك لدفع رواتب، نستهلك حتى الناس تأكل. أنا أعتقد هذه جريمة. نحن الآن عايشين في العراق، هل يجوز لنا أن نستعمل هذه المادة التي هي طبيعية، التي هي حتى تظهر إلى الوجود تحتاج ملايين من السنين، ونحرم الشعب الذي راح يعيش على هذه البقعة من الأرض بعد 1000 سنة أو بعد 500 سنة؟ نفط العراق يخلص بعد 100-150 سنة، ما بعرف يعني حسب التقديرات يومية. ماذا بعد 150 سنة؟ هناك من يقول سنكتشف مصادر أخرى للطاقة. جواب على هذا صحيح، ربما صحيح، لكن النفط بإمكانيات كيميائية غير من الممكن ابتكارها. فلماذا هدر النفط في قضايا في طعام الناس، بينما من الممكن إطعام الناس عن طريق تكنولوجية أخرى، وعن تشغيلهم وتشغيل عقلهم، تشغيل بدنهم، أن ينتج لنفسه بما يعادل يكفي إلى هذا، مثل ما تسوي الصين في الوقت الحاضر، مثل ما سوت أمريكا. أمريكا في بداية القرن العشرين كان بالمئة 33 من المجتمع يعمل في الزراعة. الآن حسب إحصائيات الأخيرة 1.3 أو 1.4 من المجتمع الأمريكي ليس فقط يهيئ الطعام إلى أمريكا، إنما أمريكا توزع طعام إلى عدة مكانات في العالم. مجرد تغيير التكنولوجي معناته
ما في حاجة نطعم الناس عن طريق النفط، وإنما نخلي نطور الناس بسرعة حتى النفط نحفظه إلى العراقي بعد 1000، بعد 10,000 سنة، بعد 50,000 سنة. هذا تراث ليس، هذا شيء حدث في أرضنا لا يجوز هدره. أنا حتى من يقدموا لي نبات دواء موجود في صفحات من الألمنيوم، ألمنيوم مادة طبيعية، من الممكن كلها يخلوها في بدل من كل 6 حبايات أو كل 12 يخلوها في قطعة ألمنيوم، يخلوها في مادة علبة زجاجية الذي ممكن استعمالها مرة أخرى. هذا الألمنيوم كميته محدودة بالأرض، بعد 1000 سنة ينتهي. الإحصائيات تدل أنه الرصاص هسه ما لا أتذكرها، وكثير الأيودين مادة جدا مهمة في الكمبيوتر، يعتقدون ما ممكن تدوم بعد أكثر من 10 سنوات. زين، تقول لي أنه راح نكتشف طريقة أخرى، تمام، بس ليش أحرم الأجيال السابقة من مادة الأيودين؟ هذه أنا شخصيا يعني يوميا أفكر بها، ويوميا أي شيء يقدم لي أشوف أنه استعماله. يعني مثلا هسه قبل شوية سمعت أنه كميات كبيرة من الجرائد الفائضة يوميا تروح إلى المزبلة، بينما هذه ممكن إعادة تصنيعها. الجريدة شنو هي؟ جريدة أشجار، شيء نباتي. النبات ليس فقط يطلع من الأرض، وإنما يأخذ المواد مالته من الأرض، وهذه مدوم. الأرض عندها كمية معينة من الزمن أن من الممكن يصير بها نبات. ماذا بعد 1000 سنة؟ فنرجع الآن إلى القضية الرئيسية، لماذا العراق 27 مليون؟ أنا عدة مرات سألوني ما تتمنى العراق أن يكون؟ أتمنى العراق كمرحلة أولى تخطيط أن يكون لا أكثر من 3 ملايين، بشرط كل واحد من عندهم يهيئ له التعليم وطريقة معيش لا تقل بل كثير أحسن ما هي إلي. 99% من الشعب العراقي شنو معيشته هذا؟ يأكل ويشرب ويفرخ، وبعدين ما هي المتعة بالحياة؟ أنا يومية أستمتع بالحياة في الموسيقى، في الرقص، في الأكل الطيب، في السفر، في هذا. لماذا لا كل عراقي أن يستمتع بهذا حياته؟ يظهر للوجود، يفرخ ويموت. لماذا؟ هدر إلى البشر. مباشر في تخطيط أنه يجب كل عراقي أن يكون يعيش عيشة محترمة، يحترم نفسه ويحترم المجتمع، ويخلف شيء إلى الأجيال الآخرة، من شعر إلى رقص إلى 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 مسرح إلى صورة إلى بناء جيد. هي أمام جامع مرجان اللي يعيد ترميمه، ليس هناك ترابط بينهم، وهذا كيان معماري كامل وهذا شيء جديد. شو نتحكم بهاي العلاقة؟ هذا السؤال أعتقد كثير مهم، وإلي شخصيا يقلقني كثير، يقلقني. تلك العمارة لا تنسجم مع المكان، بالرغم أنه ظهرت من المكتب الذي أنا أعمل به. هذه كانت تجارب لم نمتلك التجارب حينما باشرنا في الخمسينات، وما كانت موجودة المفاهيم كيفية التوافق بين الواقع وبين العمارة الحديثة. هذه مفاهيم جديدة جت بعد الستينات والسبعينات. فعبد الله وأنا وغيرنا من المعماريين قمنا بتجارب، قسم كبير من هذه التجارب هي أخطاء. أعزائي الحضور، شكراً لكم وشكراً. أوكي، تفضل. إحنا في حفلة
حضرتك. والسؤال الأخير، نريد نعرف هواياتك الأخرى، اهتماماتك الأخرى اللي أعرفها تهتم بالمسرح والسينما والقراءة والكتب والروايات، نريد نعرف لمحة تعطينا عن حياتك اليومية أيضا. شكرا. أنا أتبع الموسيقى اعتبارا من اليابان إلى أمريكا، مختلف الشعبية والكلاسيكية وتطوراتها. يعني أنا عندي معلومات ومكتبة كاملة إلى الموسيقى اليابانية، الموسيقى الهندية بمختلف صيغها، حتى المقام العراقي عندي كان تسجيلات إلى مقامات الأولية، الذي باهر فايق قسم منكم تعرفوا سجل لياها، كنت سنسيت أسماء القدماء، أسماءها كلها قسم منها لغرض معرفة تاريخها. فلا تؤلف موسيقى بالمعنى الصحيح، الموسيقى الصحيحة بالمعنى الصحيح ولدت في الكنائس الأوروبية في القرون الوسطى وليس القرون المظلمة، يعني اعتبارا من القرن الثاني عشر، وتطورت لتصبح الموسيقى الكلاسيكية وثم الرومانتيكية والحديثة. فأنا أتبع هذه عن طريق استماع الكونرستوانات استماع، وثم وإلى يوم هذا أنا أحضر الفستيفال الذي الموسيقي الذي يصير في لندن كل سنة بين 15 إلى 20 يعني أداء، يعني performance. المسرح نفس الشيء أتبعه مختلف أشكاله، المسرح الإنجليزي لأن أفهم اللغة، وأروح للمسرح الإيطالي، وأروح للمسرح الياباني، وأروح المسرح الفرنسي. أنا ما أعرف كلمة واحدة فرنسي ولا ياباني ولا إيطالي، لكن أروح أحضر المسرح كفيجوال، أشوف كيف عالجوا شكسبير ذولي، كيف عالجوا بيرانديلي، كيف عالجوا تشيكوف إلى آخره. مختلف الفنون، لكن أنا غير ممارس، أنا لا أمثل ولا حاولت أتعلم آلة موسيقية يظهر ما عندي قابلية. أستاذ رفعت علاقتك بالكتاب كقراءة هساجي عليها. لكن واحدة من الممارسات اللي قمت بها وتعلمتها من الطفولة هو التصوير الفوتوغرافي. فقمت بثلاث عمليات في السبعينات، وهي أولا سجلت أعمالي كلها المعمارية، وسجلت أعمال المعماريين الآخرين، لأن في اعتقادي أنهم ما راح يسجلون أعمالهم. وثم سجلت الحياة اليومية الحرفية والطقوس الدينية والعادات والطعام، اعتبارا من شمال العراق إلى الجنوب. كنت في سفر مستمر بالسبعينات وسجلت آلاف الصور إلى الحياة اليومية. وثم قمت بتجارب فيما يخص التصوير الفوتوغرافي، لأنه أنا أقرأ كثير على تطورات التصوير الفوتوغرافي، وأحضر المعارض المهمة إن كان في باريس أو في لندن. نجي على القراءات. أقرأ المسرح كثير والروايات كثير، طبعا أقرأ أدب، يعني أقرأ السوسيولوجي السايكولوجي التاريخ تاريخ العمارة. في
أنا محظوظ أنه هذه النشاطات كلها تتطلب برمجة وتوقيت. ومثلا الفستيفال مال البي بي سي الموسيقى حسب ما أتذكر هسه شعب ليس قاعد ببيته ومقابل تلفزيون وصافن، شعب نشط. محظوظ أني شنو، أنا ما عندي وقت أن خلال ساعات يجب أن أمر على المنهج بسرعة وأقرر إيش لازم نشوف، لأن إحنا ما نقدر نشوف أكثر من 15 إلى 20 بالهذا. فزوجتي بلقيس الذي هي تأخذ هالشيء وبسرعة تخصص 6-7-8 ساعات تركيز بسرعة تقرر ونحجز، لأنه إذا حجزنا يوم الثالث ما نلقي مكان أو مكانات غير بالقسم الأعلى جدا، وأنا ما أسمع زين، ويعني ما بتسوى أحد يروح. نفس الوقت بالنسبة للأدب، أنا قراءاتي بالنسبة لها أقل من الربع عن ما هي تقرأ، وبالنسبة للمسرح فهي تختار لي يدول لهذا اقرأ هذا اقرأ هذا، فمبرمجين حياتنا بهالشكل. نفس الشيء بالنسبة للمسرح، هي تتبع تقرأ النقد وتقرأ ما أعرف شنو، وحتى من نطلع نروح للمسرح بالطريق من دا أسوق أني أقول هاليوم إيش راح نشوف، فتحت تخبرني على المؤلف من هو، موضوع المسرحية أهميتها مقارناتها بالمسرحية الأخرى، فمن أروح للمسرح يكون عندي فكرة عامة ما راح أشوفها أنا. ونفس الشيء بالنسبة للموسيقى وبالنسبة للفعاليات الأخرى، إحنا نزور معارض الفوتوغرافي، معارض السيراميك، معارض الإتشينجز، المتاحف، يعني نحاول يعني طبعا هسه قللناها كثير، يعني صاني عمري 82 عن قريب يمكن الطخمة ما أعرف إيش قد، يعني كثير أقل من أول، بس هم يعني. ونفس الوقت أنا أشتغل أكتب، هلأ عندي كتاب، عندي كم كتاب كاتبها كلها بالمية 60-70، بس هسه تركتها قررت أخلص واحد وأرجع إلى الآخر. شكرا للدكتور رفعت شادرجي، ونتمنى له إقامة طيبة في بغداد والعمر المديد من أجل إبداعات أكثر. وشكرا لحضوركم وإلى نشاطات أخرى. شكرا كثيرا.